بس هاتوا هاتوا شفت صالح قلت لك الريال تأخر ما نحن دارين بوا تكلم الريال نقول لك تأخر مرة واحدة تأخر ما نحن دارين إيش اللي أخر لكن أقول ذاك حية الغائب معه يا أخي إن شاء الله يكون خير خير بيقع الله خير إن شاء الله السلام عليكم مبروك كيف حالك وين؟ طيب اخبارك عم بيه الحمد لله حياك السلام عليكم وعليكم السلام ويا حي صح كيف حالك طيب مبسوط انا تاخرت كيف اموركم والله اليوم تاخرت صدق اليوم مثلا جانا يعني مشوار كده مفاجئ وقبل المغرب يمكن ما بقول لكم من رحت مركز تبارك التجاري ده بغيت بتقضي من دخلت تقضيت وكل شيء وده وخرجت بعد مغرب بالسيكر قولي لي لو الحق الخط مليان سيارات وسيارات واضح احنا فزعنا قلنا خاف بوشي خاف ذي خاف ناقد سبحان الله خاف حد دق حد ولا شيء ولا صدمه لما برحت ال قولي لي لو قربت الا ودوايا صالح وعبد الله ايش الشباب المنتشرين ما شاء الله واه ما هم دحين ديله غير ما بيخربون البلاد الا ودوا وزعون لك الافطار ما شاء الله قربت لعندهم ويناولونا كيس كامل في التمر والماء والمانجا والاكل ومن اللي يعطيهم هذه يجيبوا لهم هذا كل صالح يا صالح هذا مبادرات شبابيه في شباب يقومون بهذه الاشياء يبون منه ومن هنا ومن هنا ما شاء الله ملتقيات شو دعينا يعني مش السنه ده بس كل سنه ما شاء الله عليهم في ميزان حسناتهم ما شاء الله نعم. وهالخير ما يقصرون ما شاء الله تبارك يدعمونهم ليش شفناك تاخرت يا مبلا لا معقدورت يا صالح يا اخي كبغت نلقي باقي دقيقه من الاذان قلت مع معي لنا يا برك شاهي يا اخي اهم شاهي بغيته اي شاهي اي شاهي معك هاتوا لنا كل يوم شاهي شاهي بيكم يقولون بيكم قرحه كي هات لنا احنا قهوه اليوم بقهويكم انا ايوه هات قهوه الله العظيم عيلكم قهوه تانقويزي هات بعد تكلون ايها من الكرة هاتها يا الزين هاتها ايها من شفت تانقويزي حقا كده اليوم هاتها هاتها يا الزين لعب 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 صالح مرة شوفه هات يا اخي عندي هنا تانقويزي لا والله اليوم قدرونا والله تانقويزي وصفة منه عليك يا رجال خاف الله مو مني ولا بس فرحت بالمنظر اللي شفته انا في الشباب الحمد لله الحمد لله رسول الله ماجورين ان شاء الله ماجورين صليت عن النبي شاء الله داك بس وانا العب العب يلا الحمد لله هكذا هذا الصدق صدق الواحد بيقول بس هاتوا هاتوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة والسيدات أهلا بكم ويا حياكم الله في الليلة الرابعة من الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير حيا وسهلا بكل جالس عند التلفزيون يتابع نحن من بداية رمضان إلى الآن في الليلة الرابعة في هذا البرنامج المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة حضرموت الفضائية والذي هو برعاية من شركة BMC المحضار وشركائه للتجارة المحدودة وكذلك مجموعة بن دول التجارية وجوائز مقدمة من مركز تبارك التجاري وفرسان الخير للتجارة والتسويق منتجات شركة بونو اسمع يا بروك من منتجات شركة بونو 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 تمام اما حقك التنقويز ده خبط البطنويز صدق بارد امس اول ما دخلت انا ما انا متفائل بكذا ليه ما انت متفائل كذا ما انا ماشي قبول في قلبي لك ماشي قبول في قلبي لك لا لا بيجي القبول ما كانك انا بدا شو حياكم الله وحيا ابو بروك وحيا بعم صالح وعم عبيد وعم عبد الله انس الله يحييك الله ليله مباركه الله يبنى احنا امين ما شاء الله بلغنا احنا الشهر ان شاء الله يا رب يا رب في خير وعافيه حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج الصندوق اللي من بغابه يتصل عبر اي شريحه عبر اي رقم على الرقم اللي باترون الان اسفل الشاشه 05 322 111 3221111 حياكم الله هاتوا 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 نستقبل أول اتصال
ونقول يا مرحبا وسهلا. ألو. يا مرحبا من؟ سامي برعود. سامي من؟ سامي برعود. سامي برعود. أيوة. يا كريم يلا متوقد هذه الرعود في الشهر إن شاء الله. سامي. أيوة. جاهز للسؤال؟ جاهز. بس طلب لك ولكل المشاهدين الله يحفظكم طفوا صوت التلفزيون وسمعوا نحن من التلفون تمام؟ تمام. تمام بارك الله فيك يلا بنقدم لك السؤال وإن شاء الله تفوز معنا بجائزة تفرحك وتسعدك. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب يا حي وسهلا بسامي. هاتوا. 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 يلا يا سامي جاهز للسؤال. سامي. أيوه. جاهز للسؤال. كم رمضان صام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ 4 رمضانات، رمضان واحد، 9 رمضانات. 9 على ما أظن. ها؟ 9. على ما أظن. ها؟ على ما تظن 9. أيوة. طيب وأنا على ما أعتقد 4. ابن على 4. لا بنرجع لحقك التسعة، يمكن حقك إجابة صحيح. انثبت على التسعة؟ ثبت. ولا نشوف لك بروك؟ أنا مساعدة. نشوف بروك. أيوه. بروك قالب وشوفوا عليه اليوم، الله يستر بس يلكم ولا شيء، بروك كساعة الولاد بارك الله فيك. كم رمضانات صام النبي؟ 9 ولا 4 ولا 1؟ شكله باود دفبة أنا. كم؟ إنه بتود دفبة بعطيه الإجابة الصحيحة. بس بقول له حق. بعطيك إياها أنا أشوف الرسول يمكن صام 9. يمكن يمكن كذا 9. تصنيفه صحيحة، تصنيفه صحيحة وإجابة صحيحة يا سامي، وخضرت الإجابة ودخلت معنا السحب ودنبق يا ليل. سامي. أيوه. بالبركة دخلت السحب. يلا نحرك الصندوق. سامي. أيوه. هاتوا الصندوق. هاتوا 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 هاتوا. يلا يا سامي. ايوه. قول وقف. يلا وقف. وقف سامي. سامي. ايوه. بدي شاركت في شي مسابقة؟ ها؟ بدي شاركت في شي مسابقة؟ لا لا انا اول مرة. اول مرة. أيوة. ان شاء الله حظك زين. قول امين. امين يا رب. يا رب يا رب. ما شاء الله تبارك الله يا سامي. اعطيناك 10,000 بيع الصندوق. لا لا. بيع الصندوق. لا. بيع الصندوق. لا لا. سامي. ايوه. وذيال الموجودات. بيع الصندوق عفيف. هلا. بيع الصندوق. لا لا. بيع الصندوق ولا ما باعه؟ لا ما بيعه. ها؟ لا لا. يا سامي بنعطيك 13,000. لا لا. 14. لا صندوق. 15. لا. 20 من عندي أنا. بروك يقول لك 20. لا لا. 20. طيب مرحبا مرحبا. لا أقول لك مصمم يا سامي. أيوة. طيب بنعطي بروك. أها. طيب إيه تتوقع؟ إيه رأيك أنا أطلعه بيدي؟ بطلعه بيدك. تعال. أه. تعال. تقول. تعال قلنا بغيت لك ماشي وقبول وقع لي. تعال طلع أظهرها برا عبر الكاميرا ذاك. العفو يا سامي ما عقال لك تقول استشيروا. لا أنا داري ميت وطلعتها أخذ أصل هناك حقك علي يا سامي. شكرا لمشاركتك وجزاك الله خير. خيرها بغيرها يا سامي. خيرها بغيرها. جزاك الله خير. أمسك. أعطيتني دقي تروح لك في شاهد غير. تروح معاه. تروح كان قويز. لا المخرج قال رأس تروحوا عند عمرو. تروحوا عند الفياجين. تمام. رص رص في الرفوه هنا رص. بخليه ذا هنا. أي استشارة فاشلة حقك بطرحها عندك. بخليه ذا عندي هنا. يلا رص هناك. تروحوا تحت لا تخزي بنحن المقايب تقع ما هي زينة. تروحوا تحت الله يحفظك. لازلنا معكم. لازلنا مستمرين في برنامج الصندوق مع المنيفي اللي يتمنى يسعد كل متصل ان شاء الله. ناس يتصلون من الساعه 10 اقول لمعاذ قبلان بروك شي اتصالات قال من الساعه 10 يدقون ما شاء الله تبارك الله. هاتوا هاتوا هاتوا. شفتوا يا عم صالح ودفتهم. شوف من معنا هو بيدي.
اتصال قليل ولا شيء؟ من؟ ايوب ابو عكا. ايوب نعم. الله يرزق نحن الصبر اللي يرزقه ايوب. امين يا رب العالمين. من وين؟ من المنبعث. المنبعث وين تقع حالي؟ في مديرية وادي العين وحورة. وادي العين وحورة؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. نعطيك السؤال ولا خلاص ندخلك السحب؟ الله على راحتك. لا بنعطيك السؤال عشان ما يعلقونا الجماعة. يلا. يلا. يلا ما عليك. يلا هاتوا السؤال هاتوا. يا أيوب. نعم. سؤال بسيط جدا. الله. إحدى الإذاعات المحلية في حضرموت تأسست في سبتمبر عام 1973. إيه هي؟ المكلة ولا سلامتك ولا سيون؟ إذاعة المكلة ولا إذاعة سلامتك ولا إذاعة سيون؟ اختيارات. والله شوف قبل الاختيارات برجع بك إلى عند جماعتنا. الاختيارات سدك او الخيارات اذا بغيت احنا نستعين بصديق عندنا ما شاء الله الحبايب هنا ومعنا بروك في المقهايم بغيت شي توديفه على اليسار والله ابغى انا نساعده ما في معلومه كذا طيب ما يقول شيء ايه رايك بنشوف عم عبد الله عم عبد الله اذاعه محليه في حضرموت تاسست عام 1973 اذاعه سلامتك ولا اذاعه المكلة ولا اذاعه سيون اذاعه المكلة اذاعه المكلة يا يا من اسمك ايوب نعم معي انت سيد قلطار معك برجع لبروك يمكن بروك هيا دحين يبيض وجهه قلت له خنبقها على الاولي خلاه يخسر عم صالح قال اذاعه المكلة او عم عبد الله وانت تقول انا اقول مكلة المكلة يا ايوب ايوه نثبت على ما قالوه الاثنين والله ثبت ما انا اكيد بس انا مالي داخل في الموضوع لا تحشرنا في الموضوع انا اشوفك ذا شفنا ها بروك دحين يتردد ما لي دخل انا شوف اشوف انا سيوه شوف بروك مربوش بس عال اللي يجلده المتصل الاول يقول ودبه ها ثبت عليهم يلا ثبتوا على اذاعه المكلة ايوب انا بات شوف للأسف إجابتك خاطئة جزاك الله خير ما قصرت سلمنا على الوادي العين وحارة هاتوا الصندوق هاتوا الصندوق اسمح استمر استمر في فياجين والتانجويز والفانجويز استمر لعد تجيب في إجابات لعد تجيب في إجابات فرح فرح ودب بالناس أنا صناديق محنودة اليوم هاتوا مشاهدين الكرام نصيحة لله وفي الله أرجوكم انتبهوا تستشيرون هذا انتبهوا حد يستشير هذا هيا شوفوا الأرقام تحتكم ها الرقم بيطلع تحتكم 05-322-1-1-1 أنا حفظت الرقم ولان إلا ما أنا في البرنامج بتصل بغانا 200,000 ذا وال 100,000 بروق ما حاسب نحن الشهر ذي أسرار من هيين من حريضة ونعم ونعم بالحريضة يا حي وسهلا كيف رمضان معكم زين ما شاء الله الحمد لله الله يتقبل إن شاء الله الله يتقبل جاهز للسؤال يلا هاتوا يا أسرار أيوة رقصة شعبية تمارس في مناطق شرق حضرموت تقام خلال العشر الأولى من شهر ذي الحجة الغية ولا الدحيفة ولا الكمبورة أسرار أيوة رجع للكبار السن هنا عندنا عم عبد الله وعم صالح وعم عبيد ولا بتجيبين الإجابة الصحيحة كي عاد الاختيارات ها الاختيارات الغية ولا الدحيفة ولا الكمبورة الغية ها عقالنا الغية ولا الكمبورة ولا الدحيفة تيقات الغية رقصة تبع شرق حضرموت يلقونها في العشر الأولى من ذي الحجة شرق حضرموت ولا شرق المكلة شرق حضرموت وشرق المكلة بشكل عام أيوة. شرق المكلة الكمبورة ولا الغية ولا الدحيفة الكمبورة كمبورة يا أسرار أيوة. العقال يقولون الكمبورة خلاص الكمبورة رجع لبروك لا تي عندي أبدا نصيحة لا ترجعين لا تي عندي أبدا بنثبت لك على الكمبورة تمام يلا ثبت على الكمبورة وأتوقع إجابتها إلا صحيحة ودخلت السحب يا أسرار تمام دمبق يا ليل
ماشي عاجبنا فيك اليوم الا الكوفيه دي. يا ما حقك ها؟ يا ما حقك حاسبك عليها يا اسرار. ايوه لا ننقص من البياجي اللي شلناها يدي اسرار. ايوه يلا هاتوا الصندوق. يلا هاتوا الصندوق. هاتوا هاتوا الصندوق. هاتوا هاتوا الصندوق. هاتوا يا اسرار. ايوه يلا بعد نص بعد سبع ثواني قولي وقف. تمام هاتوا هاتوا وقف. هاتوا ها وقف وقف. ايوه حاولوا يا مشاهدين الكرام لا تقولون وقف الا لما اقول الدوار ذا يهدى لان فزعان حد يقول وقف وهو يمشي ونقول كذا ويقولهم كذا كلين الصناديق. تمام يلا مرحبا بندورهم بشويه يا اسرار. تمام عليك اسرار. ايوه اسرار. ايوه بنعطيش 10,000 وخلي الصندوق بيع الصندوق. لا صندوق سمعي سمعيها يقولون والله ما بيعوا يا اسرار. ايوه الصغيرين ومحفوظ باقي بار يقولوا ليش بيع الصندوق. لا صندوق. طيب برجع لبروك بروكان ها الصندوق بيع. بروك يا اسرار قد ودف بواحد انا اتوقع انه بيتجمل بيش دحين. يلا ان شاء الله. ها بروك تبيع الصندوق. لا ما بيعه يقول ليش لا تبيعينه. صندوق يلا صندوق نفتحه. افتحه الصندوق يا اسرار. للاسف للاسف يا اسرار انا قلت لك لا تستشيرينه ولكن في الاستشاره هذا تجمل وبيض الوجه وحصلتي على قسيمه مشتريات بقيمه 50,000 ريال يمني مقدمه من شركه بي ام سي المحبار وشركائه للتجاره المحدوده وتستاهلين يا اسرار ودنبق يا استاذ عبد الله. الله يوفقك ان شاء الله ويسعدك. امين امين. كثر كثر من الدعوات كثر من الدعوات كثر ما شاء الله ما شاء الله تستاهلين وحق الدعوه ذي يا اسرار لان انا مرتاح بطرح لك عنا 10,000 فوق ال 50 تستاهلين يا اسرار ولا زلنا مستمرين معكم. تعال انت تعال انت لما تعطينا شاهي تعال هنا تعال تعال هنا تعال اقول لك ما ابغى تعطينا شاهي وشاهيك بارد وجيب القولون شيل الصناديق ترحل عندك هو ال 50,000 رص رص عرف هو ال 50,000 50,000 لازلنا معكم مشاهدينا الكرام اهلا بكل من يتابعنا في الداخل وفي الخارج الليله الرابعه من شهر رمضان كل عام وانتم بخير. هاتوا 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 حقامه الشاهي بقى هات لي فيجان اليوم حار. لا لا بغيت فيجان اليوم حار حار القى اليوم حار يلا هات لي واحد اليوم حار. اقول لك تم مكانك خليك مكانك انا شوفوا الطير بالفيجان يا المغرق تعال جيب خرقه معط وتعالوا بعد اتصال شكلنا جديد بعد اتصال جديد حيا وسهلا بن جود اهلين وربنا علينا وعليكم في الخير باي جود امين ان شاء الله يا رب. ايه رايك شو اللي جايزه بالشعر هذا؟ مرعوش جاهز السؤال؟ ايوه جاهز معبى السحر اليوم انا يلا هاتوا السؤال هاتوا الصندوق هاتوا الصندوق هاتوا 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 يا نجود نعم السؤال مثل شعبي طيب تقرأين في الأمثلة الشعبية ولا ما تقرأين؟ يعني إن شاء الله إلا تجيبين إجابة صحيحة السؤال يقول أكمل المثل الشعبي سكت من وحده وتسلم من من القتل من اللوم من عشر والله فاطمة علي الله يحفظك كيف فهمي المثل سكت من وحده وتسلم من من عشر نثبت لك على العشر ثبت يا معاد معاد ثبت بارك الله فيك ثبت وتستاهل نجود ودخلت السحب ودنبق يا ليل انا يا نجود تو بغيت تقولين 10 لان انا رجعنا لبروك بيقول سكت من واحده تسلم من اللوم سمعت ودنا بثلاث لا تنزل عيش انا لا قلنا باغضك ما تشوف ما نضيقك بذل كان بيروح بيش بتخسرين
هذا صدق يبرك لا نجحت في التانجويز ولا بتنجح فيه انقاذ ايش حقك شاحي فيه اه طيب خلو بعدين باقي له يلا هاتوا الصندوق هاتوا الصندوق اقول له خلو بعدين لا لا بشرب لي مويه اخضر شهيق يريض المزاح ويلس على كلس دحين تانجويز يلا قولي وقف يا نجود نجود نوقف شاهي شاهي نجود ايوه معك قولي وقف وقف نجود قول شاركتي في شيء لا ابتدين هذا اول مره وحظي يضحك لي وحظشه وحظي يضحك لي ان شاء الله ان شاء الله تسعدين وكلنا نفرح لك باذن الله ان شاء الله يا رب ما شاء الله يا نجود سبحان الله على نياتكم ترزقون رزقتي بشطه لا اله الا الله جزاك الله خير جزاك الله خير ما قصرت ما قصرتي الا ها يا نجود بنعطيها بروك يطرحها للشاهي بلان يقول تانجويز الحين طلع شاي احمر بيخبط المقايق ابيض هات 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 طلع شطه طرحها للشاهي طرحها شطه كان طرحها في النص الفيجان حقي اذا كيف طلع شطه انت طرحها ما قصرت نجود وكل من يتصل والله نحن بالنسبه لنا فوزكم سماع اصواتكم وليس ما في الصندوق وليس ما في الصندوق هاتوا 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 طيب هاتوا هاتوا والله يا مشاهدينا الكرام بغيتوا الصدق ولا اخوه بغيت الصدق انا ما نقبط حرف الحياه دي كما نقبط شركه بي ام سي المحبار وشركات التجار المحدوده ومجموعه من دول اللي خلوا نحن مسعودين في ذي الليالي وخلوا عقالنا وخلوا بروك اشتغلها هي كم فياجين الان باع والله العظيم باعت 3-1-3 كم قدام كم قدام الف ولا لا ولا ما بقول لك سأله بتحسدنا خلك في مكانك معنا اتصال من حلال حلال هلا من هنا 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 ايوه ما انا مو حولي مسكين عصرني يا حي بهنا من هين من سيئون حي الله اهل سيئون كيف رمضان في الوادي كلنا فيها زوج ما شاء الله تبارك الله والله اننا نعيش في حلا وفي هنا يا هنا الحمد لله جاهزه للسؤال ايوه جاهز يلا هاتوا 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 يا هنا ايوه طفي صوت التلفزيون عفيش وطني انا اسمع ما دام نسمع نفسي عاد وشغال وطني قبلان شغلنا دحين وطينا طفي الحشا ايوه لا طفي الصوت بس طفيني لانه امس ود قالت ثبت ثبتنا وطلعنا الجائزه ورحنا استحضرنا وعادها تقول الا ثبت يلا طفيت التلفزيون خلينا شوي بس يلا خلوه شوي امشي تسمعون انتم مو انا نسمع عشان نسمع الخيارات خلينا شوي طيب مرحبا سمعينا دحين ايوه اسمع ام عادي قاعد الكنترول نقعد جابنا السمرقع يلا يا شينا نسيت اشمس خابطنا بروك اليوم اسمش مين؟ هنا 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 يا هنا السؤال يقول السؤال يقول اعتبرها البعض من عجائب الدنيا وذكرها المحبار في إحدى أغانيه هل ذكر تاج محل ولا الأهرامات ولا سور الصين؟ يعني تعال نحن شوي بنساعدش بنحذف واحدة بنخليش سنتين إيش رايش؟ يلا تاج محل اللي في الهند القصر الزين ذاك ولا الأهرامات اللي في مصر؟ من عجائب الدنيا الأهرامات تاج محل قد تكون اللي في الهند نشوف بروك ساعدنا احنا طيب بكرها المحضار في أغانية بس ما أعتقد تسمعون المحضار على كل حال بروك مد من أغاني ولا لا يلا هات ولا برجع للعقال حقها عم عبد الله تاج محل تاج محل اللي في الهند بكرها المحضار تعرف الأغنية مطلعها تذكرها ما ذكرينها حقه تذكرها يا هنا ايوه عم عبد الله الحليله دحين مفقوده ولا ما شاء الله جابي ايوه الهند فيها الهناء الهند فيها المناء ايوه والجو في الهند غايم تحسب انه ربيع يقصد تاج محل معقول انثبت على تاج محل
خلاص ثبتنا. ومن استشارهم ما ندم واجابته شاعتقد والله اعلم صحيحه ودخلت السحب ودنبق يا استاهل. يلا يا هناء. ايوه بعد 13 ثانيه قولي لي وقف الصندوق عشان حظك. طيب شه. يلا يا هناء وقف. يلا نوقف ها وقف. وقفنا ذا يلمع شوفوا. يقول لي شبروك الصندوق ذا يلمع ان شاء الله اللي حظش زين. ذا يلمع شوفوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هناء ايوه ما دام وانا طقها شي حظش اكيد ما هو زين ان شاء الله زين. اتوقع في الصندوق هناء اتوقع شفنا من ذاك اللي يقول الهول الهول. يا هناء ايوه بنعطيك 10,000 خلي الصندوق. لا ابغى الصندوق. شوفي اللي قبلش حصلت شطه. لا ان شاء الله نحصل. لا تحصلين كاتشب. ابيع ايه؟ لا والله وانا صندوق. قنعي. 13,000. والله ما في عمر. اذكم ما ابيع. هنا. ايوه. 15,000. لا ما ابيع. لا ابغى الصندوق. 20,000. ها؟ ابغى الصندوق. 25,000. صندوق. يا بروك والحلب الحين ولا تفاوض نجح في حلقة الصندوق. شوف ذاك قد خسرتها شطة مسكينة. الصندوق دام طلعت لفوق 25 الصندوق. طيب يا هنا هنا ايوه تستاهلين تستاهلين تستاهلين. تتوقعين قسيمة شراء ولا مبلغ نقدي؟ ايه تتوقعين مبلغ نقدي ولا قسيمة مشتريات؟ الله اعلم. ايش تتوقعين انتي؟ قسيمة مشتريات. لا 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 حصلتي كاش 50,000 ريال يمني مقدمة من مقدمة من الراعيين الرسميين للبرنامج شركة بي ام سي المحبار وشركاء للتجارة المحدودة وكذلك مجموعة من دول التجارية وتستاهلين 50,000 ودنبق يا ليل. الحمد لله. تعال 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 امس ما بغيتنا اجي للفياجين الحين تعالوا صناديق كما تدين وتدان الجزاء من جنس العمل. 50,000 50,000 تستاهل هنا. قلت لك أنا يلمع. يستاهل كل من دق علينا وكل من تواصل معنا. بنطلع معكم لفاصل بننسهم قليل من بركة وبنرجع لكم لا تروحون بعيد خليكم هنا. هاتوا بس هاتوا هاتوا يا حي وسهلا ومرحبا باهلنا في دوعن. سالم يا سالم مرحبا من كل فتنه. سالم قول امين. امين. من وين تكلمنا احنا في البلاد؟ من هدون. هدون ما شاء الله ما شاء الله يا حيابه. جاهز للسؤال؟ جاهز ما شاء الله. بشر يا سالم. سالم من ترجع؟ أخش وين؟ ونعم يا حي أبو عمر. خله إياك. يلا السؤال بيطلع لك الآن يا سالم. سالم تفضل يا سالم. نعم. جاهز للسؤال؟ نعم بإذن الله. يلا السؤال طلع أسفل الشاشة. من هي نتكلم نحن على الخط ولا في الدار؟ لا في الدار. في الدار الكهرباء شغالة ريب. لا طفت بتولع. السؤال يقول يا سالم سالم نعم. من الوجبات المشهورة في رمضان وهي عبارة عن أجزاء داخلية من بطون عدد من الأسماك وعلى رأسها الثمد، هل هو الكراش العزيز ولا المضبي ولا الكراش؟ كراش. شوفوا العزيز. لا لا الكراش. ها ما شاء الله عليك وراك تجي البحر تظهر على البحر ولا شيء. ايه دراك انه الكراش؟ خلاص وجبة كلمة وجبة. الله الله قد طعمت الكراش. ايوه امس عادهم اللي يصيحون العقال حقنا قالوا الريحه لما على المسجد ولا عم صالح.
يا حيابك يا سالم الكراش تثبت عليها ثبت ثبتنا على الكراش وضروري نجلس نحن وياك ونحن كلنا كراش أيوة. ونجيب بروك ولا لا ولا ما بغيته راجع عليك هذا بصرك خلاص بشلك نسمع الكلام عطنا الجاي بعدين انثبت على الكراش يا سالم باخش وين واجابه صحيحه ودخلت السحب ودنبق يا ليل دنبق يا سالم نعم ايه رايك في الشال والحبوه بروق ضبطنا اليوم ما شاء الله تبارك الله بنزل به البلاد بس قال لي اطرحها في كيزنا مقدم ما شاء الله بنزل به بنزل به ما عليكم شر يا سالم هذه الجنبيه وينها؟ الجنبيه شلوها ابغى التصفين يلا يلا قول وقف على الصندوق يلا يلا هاتوا هاتوا يلا قول وقف وقف ان شاء الله يا سالم تفرح اهلنا في دوعك سالم وقف وقد وقفنا الله يحفظك شكلك جالس في الساقية ولا في الحجل يا سالم بنعطيك 10,000 ونصيحة ما دامنا من بلادك ما بغيت ودفبك كمبروك بيع الصندوق بنعطيك 7,000 بعطيك الوكالة وخلاص الوكالة الأجداد الله أكبر لا ما لا قد هالوكالة قداي وبعديك هنا على الطريق لا 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 ما لا قد الوكالة قداي لا تحنب لي الله يحفظك يا سالم لا ما بغيت بالغطبك كما ذا سالم سالم راجل راجل قليل لا تقع الوكالة لا تخلي العاطفة تلعبك لا لا الوكالة قدام وبقيتك هنا على الطريق والله حرقتنا صراحة دحينات شوفون يا حد ابو عمر عندكم هنا في الكنترول يا اخي بس العادي عالقونا يقولون لي كانك ما فاضطه صندوق صندوق يا سالم خلاص بعبي لك السياره ان شاء الله نوها قسيمه مشتريات ب 50,000 من مركز تبارك لك ولاسرتك حرجتنا الله يحفظك يعطيك العافيه تسلم ما قصرت والله ان شاء الله اسال الله ان لا احد يدق يقول الوكاله عندك يخلينا ندخل في مشاكل مع الاداره والله قلت الوكيل فجلسك على الطريق الله يحفظك يا سالم تستاهل 50,000 يا الله شكرا جزيلا دنبق يا لي هيا كما الحنبات يا بروك يا بوات شفت الحنبة حقه قال الوكالة عندك مع وصلنا التفاوض حق اصحاب البلاد حق اصحاب البلاد حق اصحاب البلاد شكله يقرب لك انت والله ما اعرفه شاهد حلف يا اخي والله ما اعرفه في الاسم معروف بس يوم قال هدون هدون قريبه من القرين تنسان بغى تشاركنا في مقهايتي طيب طيب جزاك الله خير باقي 1 2 3 4 5 5 صناديق والساعة ما نداري كم باقي إن شاء الله الوقت اللي عاده ونظل مستمرين معكم ونتذكر أيام 200,000 وأيام 70 ولا زلنا معكم مستمرين هاتوا 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 اتصال جديد من علي علي على لك فرحة ولي على قول حبابتي امين يا رب من وين يا علي؟ غير باضيع من الصداع ما شاء الله حي الله على الصداع انست ونورت جاهز للسؤال؟ يا حبيبي ما شاء الله معك الاستاذ ليلي ها؟ ما شاء الله معك العقال السنه اللي ما شاء الله ونعم يحييكم علي من الغين وبروك تحييه ولا لا؟ كوفرك والنعم الله معوشاهي اليوم مره لقى سكر تقول تمر انا اكله برسل له في الباص حقك برسل له كم في عجيب برسل لك بالبلده تطعم الشاي حقه ولك الو تعرفونا كلنا عرفونا كلنا فنان علي عبيد الشعبي طبعا علي عبيد الشعبي تعرفونه بروك تعرفه علي عبيد غني باميله علي معروف بس مبروك الا خلق الله كلهم يعرفهم بيكلمك اسمع بيكلمك بيعاودك ها كيف حالك يا اخبارك انت يقول لك اخبارك يا علي الحمد لله يا امورك انا اللي مترجم يعني باني بنزورك في الغيل باني لعندك بيجي بيزورك يقول للغيل يلا خذ السؤال مرحبا بنجيك ان شاء الله بنجيك يا علي ايوه عمليه نزح الماء من البير في الماضي لري الاراضي الزراعيه يقولوا لها هل التقليف ولا السقي ولا السناوه هذا السؤال النزح الماء من البير نعم قديما عشان يسقون الاراضي الزراعيه يقولوا له هذا التقليف ولا السقي ولا السناوه
السناوة. متأكد؟ اه ان شاء الله. ها نثبت عليه. ما شاء الله العقال اللي عندنا قالوا ثبت. نثبت على السناوة يا علي ونشوف إجابتك. إجابة صحيحة ودخلت السحب يا علي. الحمد لله. تستاهل 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 دمبق يا ليت. يا علي. يلا قول لي وقف صندوق خلوا 5 ثواني كذا. يلا. يلا 4 صناديق 5 صناديق. أبرك. بروح بغناك تقدم سؤال. ما عليك. هاتوا. هاتوا طيبين ما شاء الله. نعم ابدعوا الشباب. يلا نوقف. ايوه ايوه وقف. ثبت ثبت ثبتني ثبتنا يا علي. علي بدا شاركت في شيء؟ ايه رايك انا بشوف. بدا شاركت في شيء؟ ايه رايك ان شاء الله الموسم الجاي في حضرمتون ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله باذن الله. بغيت بروك يفتحه ولا نفتحه لك؟ لا برك لا برك مغربط. لا اله الا الله. الحمد لله انكم عرفتوا حقيقه هذا الرجال. قول غربك بثلاث بنات مسكينات من حريره ومن الوادي. والله حرام عليكم والله العظيم حرام عليكم. شوهت سمعتي عند المشاهدين. والله هو انا معولي. انت كان عليكم احنا بكم احنا برك مغربط ثاني مره شو قالها. كعارك ثالث مره. واحد جاي عمر يا برك. ما عليك ما وصلوا لك لما الصداع. حبيبي يا علي. علي ايوه ايوه الله يبسطك ابسطنا. بنعطيك 10,000 وخلص صندوق. لا لا بس صندوق صندوق بيعه. والله محفوظ يقول لك تبيعه. تبيعه محفوظ يجي وهو يعني. ونعم بس قد يقعك ما بروك مغربك. لا 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 والله صدقك ما محفوظ ما بيبرغر ما بيبرغ ها كنت ما بيغربقك ما بيغربقك انطلها سوا. يلا ها تستاهل تستاهل. حصلت على 20,000 ريال يمني مقدمة من شركة بي ام سي المحضار وشركات التجارة المحدودة ومجموعة من دول التجارية الراعيان الرسمية لهذا البرنامج. تعال 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 انت فلك اليوم تشيل الصناديق. ها جزا الله مذهب يا رصرصتهن وانت رصرصتهن ارسل انا تحت انا. يلا لازلنا معكم مشاهدين الكرام. اي حد بغاب يتصل عند الرقم اسفل الشاشة بيطلع لكم دحين شوفوها للتواصل 05-322-111 من ونعم 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 بكل المتصلين وبكل المتواجدين وبكل الحاضرين معنا. شفتوا الكمر اليوم الله يمليه ان شاء الله. نشيل من الصندوق نخفيها. هلل يا اخي حلك مكانك ومحترم كده. ها الصناديق دي حقه. بس شوف الصناديق اللي عندنا في حضرموت بعضهم يطرحون دخون بندخن الشاهي حقك. ما ابغاك ليش ندخن الشاهي. لا زلنا معكم مشاهدينا الكرام ولا زال الوقت يطيب وكل ليله ونحن فرحانين ومبسوطين وسعداء بتواصلكم معنا. عمر يا عمر. ايوه ايوه حياك الله. من هين؟ من المكلة. ونعم من وين في المكلة؟ من الشمس. ونعم بغيت بروك يقدم السؤال ولا انا؟ انت انت. ايه بقول لك شو واحد سمعتي والله العظيم شو واحد سمعتي. انا معالي انا نعطيه ونقول له بغيت بروك ولا بغيت بامني بيقول انت؟ انت من يوم ما دخلت انا قلنا ما انا طايقك يا انا دار انك معي تجي لي شو اليوم بتوقعنا فيه. يا من اسمك؟ عمر. لا اسمه عمر. عمر تعال انا طلب مني بغيت بروك يقدمه. ايش رايك يا عمر؟ عادي عادي. تعال قدمه تعال قدمه تعال تعال قدمه تعال. يلا انا برجع المقايب ابيع شاهي. اتر يا هناك خلنا نقدم السؤال. يلا 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 خلنا نقدم السؤال خلنا نقدم السؤال. يلا قدم السؤال. سمع يا عمر. عمر عمر تسمعني والله لين الحين؟ اسمعك. ايوه يقول لك السؤال. ايوه يقول المثل الشعبي الشاشه سالمي واللبن فراغ. اكمل اكمل الفراغ. انت عندك خيارات للوالده للعياله للسيده. ايه هو السؤال؟ عطنا الجواب سيدي. ايه هو سيدي. انا ما بغرقك. عندك ناقص انت مغربك رقم 3. تشوف سؤال انا بحنبلك بشوف سمعتك انا. خلاص. يلا خلاص ما قصرت
عط الريع الخيارات يا عمر. ريع مكانك المقهى. يا ريع مكانك يا المخرج البرنامج صرع علينا. واللبن لسيده قال عمر قال لسيده قال قول متبت عليها انتبت انتبت تبت عليها يا كنترول. وإجابتك صحيحة يا عمر ودخلت معانا السحب شوفك ودمبك يا ليل ودمبك يا ليل. عطنا رقص 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 مكانك رقص رقص ايوه ايوه رقص. انا بعد تقول رقص مكانك حلو بنعطيك الحين احلى الصناديق يا عمر. بعد دورها وانت قول لي ستوب. حلو يلا قول ستوب. نوقف رقص انت رقص رقص رقص. ها وقفنا يا عمر وقفنا الصندوق يا عمر. يا ابوي انا عمر بعطيك في الصندوق ده 10,000 هاي رايك عمر بعطيك 10,000 فيه الصندوق. طيب بزيدك 15,000 20 25 صندوق نزيده 30 صندوق خلح مكانك 30 صندوق صندوق الصندوق خلاص. ويبان انك من حلال والله العظيم. ونقول يا عمر ربحت معانا 70,000 قسيمة 70,000 المشتريات بالمركز المركز فرسان الخير فرسان الخير للتسويق للتجارة والتسويق. ارجع 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 الصندوق دحين شكل اللي برجع مقهاي. ريع الصندوق ريعه هناك راح تحت. يلا ارجع ريع مكان انا برويك الادب. والله لا انا داري مسعفت كل سببكم انتم. البرنامج كان بيزرع علينا والفاتحه سرعت صناديق. هنيئا لك يا عمر فزت بقسيمه مشتريات بقيمه 70,000 ريال يمني مقدمه من مركز لا من فرسان الخير للتجاره والتسويق منتجات شركه بونو. الحمد لله اللي ردنا احنا المكان ده ولا بقعه بس رح وبقوم بنقص دوعه بطلنا. العفو شنو كبيت شاهي من ذل الذهبي هي خلاك تستخدم سيماني. لا انا جاعله شاهي احمر طلع ما وطي. انا سمانك مال مستل باذنك حلقي مو مضبوط سمانة المشي منه طول الباب بسمعها احس بطني اختبطت من الشاهي اللي في الذهبي لانك مديت ايدك عليه. العفو العفو ارجع كب لي احمر عشان تتعدل الخطوط. بعطيك قهوه انا بعطيك قهوه. لا ما بغيت قهوه لق لي شاي احمر عشان نبدا كله بقي لك بس بغيت يكون صبرك الله فيك. لازلنا معكم مشاهدينا الكرام وحلقة مرعوشة اليوم ببرك استضافة في الكنترول صراحة أو في المقهاية على مستوى هاتوا هاتوا يا حي بعاصم حياك. من هين؟ من سيون. يا حي بالسيون ما شاء الله كيف الوادي وأهله؟ تمام الحمد لله. يلا جاهز للسؤال؟ جاهز. بس بأمانة من متى تتصل يا عاصم؟ ها؟ حين اتصلت تو مسك الخط معك والله نحاول له من بدا الحلقه من بدايه الحلقه. ها حمد ربك ناس من الساعه 10 يدقون تعشوا ودقوا الحمد لله توفقنا. الحمد لله. يلا جاهز للسؤال؟ جاهز. يلا هاتوا هاتوا ها جاهز جاهز يا عاصم. السؤال يقول ها. يطلق على الأرض التي بها نسبة عالية من الملوحة، الأرض اللي فيها نسبة ملوحة واجدة، هل هي الجذفرة ولا السبخة ولا ولا الزبارة؟ يطلق على ماشي مساعدة مساعدة بروك أبغى مساعدة الأولاد. السبخة ولا الجذفرة ولا الزبارة؟ يقول السؤال السؤال الأرض اللي فيها ملوحة واجدة حلو أي يقولوا لها السبخة ولا الزبارة ولا الجذفرة؟ شو بتورك غير الجذفرة ولا ما عرفته؟ ما عرفه يقول. هاشي ذا ولا نطلع من راسي بعد. لا خلو بروك بروك بيودفك. بروك. هات بروك. شوفنا انا بودف بالرياشة. هات بس هات تقول انت بنشوف. انا اقول الصبخ يا اخي. مو الصبخ؟ ليه؟
والله ابغى ابي احول السين صاد وبقعد توليفه من صدق. السبخه بالسين ولا الزباره ولا القذفره؟ هو قام قال صبخه. السبخه الصبخه اه مو الصبخه الصبخه لا لا السبخه السبخه بالسين الصبخه يعني مش الطبخه اه السبخه السبخه الصبخه السبخه ملوحه زين اه ملوحه زين تثبت على الصبخه وبروك بدعيك من اليوم الصبخه عارف الصبخه عارف بيها ملوحه تقول لي الصبخه عاد نقول كذا بصباح ان شاء الله طيب نثبت نثبت على الصبخه واجابه صحيحه ودخلت السحب ودنبق عليك بالله اهلي في الشاهي الذهبي ده معك دخل يا عاصم طبعا معك يلا بسم الله باقي ثلاثة صناديق إن شاء الله حبك زين ولا يطلع شطة إن شاء الله يلا أهلي في الشاهد الذهبي ده ماك دخل يا أخي تشرب وتسكت ساكت من مكان خبط بطني خبط نعم وقف يلا قول وقف وقف طيب وقفنا وقفنا يا عاصم عاصم بدأ دقيت في شي برنامج لا والله أول مرة أول مرة أنت ما تسعف ثاني مرة تدق على شي برنامج عافيك لا تسعف تدق على شي برنامج تسمع اه انتبه عافيك بنعطيك 10000 وبيع الصندوق لا لا على الله بنشوف الصندوق يجي منه زين بيع الصندوق والله ما بيعه بيع الصندوق ما يا عاصم نصيحه نصيحه بيع الصندوق اللي يجي من ربك حيابه طيب وانا ما انا من ربك مسهل لا اللي يجي من الصندوق بنشله بس على الله نصيحه نصيحه بروك ودب بخلق الله لكن حاشانا ندبك يا راس انت معك على الصندوق ندبك على الصندوق الله بصرك بنعطيك 15000 ترك الصندوق لا لا خلنا على الصندوق 18 20 على الصندوق على الصندوق يا عاصم تستاهل تستاهل لا لا خلاص على الصندوق واثق الخطوه يمشي ملكا 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 حقنا ملكا يلا ربحت ربحت ما شاء الله 50000 ريال يمني مقدمة من شركة بي ام سي المحضار وشركاء التجارة المحدودة ومجموعة بن دول تستاهل دنبق يا الحمد لله دنبق يا ليل كش الدنبق بالفياجين حقك يستاهل عاصمة تعال هنا تعال تعال وجيب الفيجان معك بغيت تموت ما بيمشي فيه انت تعطيني انت وتعال شيل تعال احنا شنو رجع لك ما الصغيرين اللي في اولى وثانيه كلها سبب بركات باقي اثنين صناديق لحقوا اتصلوا 05 3 2 2 1 1 1 لحقوا الله على ما فيهم هاتوا 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 لا شغل اليوم عندك حريق اكثر مني بس انت اشتغلت اليوم والله انت اشتغلت مع صناديق اخر اتصال معنا انا تشق علي الكلمه ده حق اخر اتصال بغيناكم الا تضلون معنا من معنا في اخر اتصال من حظه زين مسك الخط معه شكله ما مسك الخط كوب واحد ثاني مشاي خلاص 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 أنا صراحة شبعت من الشاي. تشغالك بطني. والله شغلتنا بطني. بدر. نعم. حياك الله، قفل التلفون عافيك. ها؟ قفل قفل التلفزيون. مقفل. ولا نسمع هذا جن في الدار. لا 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 هذا الشارع. الشارع. نعم. عبر شرم اللي خلف أقول لهم دقيقة أشوفنا حقنات حضرموت. هم تحتنا يلعبون بعدت منهم هيا. يلا بعد منهم بعد كم 100 متر من من الناقلة يلا خذ السؤال يلا السؤال يقول يا من يا بدر قلت يا بدر بدر من أول حكم دولي يمني عبد الله بهيان أحمد الفردي علي عبد الشيخ بسرعة يا بدر بسرعة مساعده عبد الله بهيان ولا أحمد الفردي عبد الله بهيان أحمد الفردي ولا عبد الله بهيان أحمد الفردي وخير الأمور وسطها أحمد الفردي ولا أحمد الفردي أحمد الفردي انثبت أحمد الفردي وإجابة صحيحة ودخلت السحب يا بدر يلا يلا يا بدر بدر أيوة بسرعة أيوة. بسرعة المخرج يعالجنا شوفه بيخلص الوقت بيروح بيروح الباص بيروح يلا يلا قول وقف قول وقف هاتوا وقف 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 وقفنا يلا
والله يا وقفة اللي جيه بريكات جيمين ها يلا يا بدر. ايوه بدر عشان خلاص نختم الباص بيروح بنعطيك 10,000 وخلص الصندوق بيع. لا 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 بغيت الصندوق 20,000 الصندوق الصندوق. طيب طيب العفو العفو معشي داعي تعالقنا. 30,000 ريال يمني مقدمة من شركة بي ام سي المحضرة شركات التجارة المحدودة ومجموعة بن دول. تستاهل يا بدر. لا الصندوق. ايوه الصندوق اللي احنا عاملين هنا دحين. ايوه كم كم؟ 30,000 30,000 الوقت ضايق معنا والشاي حق بروك خبط بطوننا والقابلة بنلقاكم في امان الله. خلونا نروح نعالج بطني دحين. هاتوا يلا هاتوا بس هاتوا هاتوا يلا هاتوا.